إبراهيم آغا رئيس لجنة موظفين المهن الطبية المساندين. إحنا اليوم كنا في إضراب احتجاجي لمدة ساعتين في تشويش قسم من العمل، هذا بناء على وزارة الصحة ووزارة المالية. بالنسبة للأقسام اللي انفتحت، فتحنا قسم جراحة باء، عظام باء، جراحة الدماغ. زملائي وأنا جدا معنيون إنه الخدمات تتطور في منطقة الجليل الغربي في المناطق النائية عن المركز، لكن هذا لا يعقل إنه قسم مثل قسم الجراحة في مركز البلاد في تل أبيب بأخذ هالقد ملكات وعندنا ما بناخذ هذه الملكات. هذا الاكتظاظ بيأثر سلبا علينا وعلى الأداء تبعنا. زملائي وأنا مصرين إنه الرسالة تكون جلية وواضحة للحكومة الجديدة ولوزير الاقتصاد الجديد إنه إحنا غير مستعدين للعمل في هذه المنظومة. ما هي الرسالة بالضبط؟ ما يعني ما هو الألم، خلينا نقول ما هو توجهكم بالضبط؟ الألم نتيجة الاقتظاظ الموجود. نحن نعمل تحت منظومات عمل ونحن مصرين أن نعطي أرقى الخدمات لكل مريض بتوجه لإلنا، من استقباله في قسم الطوارئ لحد تصريحه، ونتمنى له الشفاء دائما. ولكن هذا الاقتظاظ لا يسمح لنا أن نزاول عملنا كالمطلوب، وهذا يقصر بعض الشيء أيضا على الخدمات التي تقدم للمرضى قاتلة. وهل هنالك استجابة من إدارة المستشفى؟ نعم، لابد من الإشادة أن إدارة المستشفى المتمثلة بالدكتور مسعد برهوم وبالسيدة روتي يفرح هناك تفهم لمطالبنا، ولكن الموضوع موجه أكثر للمستوى الوزاري في الحكومة. كان عندنا جلسة مع الإدارة، الإدارة تتفهم مطالبنا، متعاطفة جدا مع مطالبنا، ولكن نحن نعمل كل جهة من قبعتها من أجل إنجاح العمل تبعنا. شكرا. شكرا لك.